إعداد سيارتك لتصبح جاهزة. عندما يتعلق الأمر بإعداد سيارتك، إليك بعض الأمور التي يجب أن تضعها في اعتبارك للحفاظ على سلامتك على الطريق. قد تتطلب بعض المدن إبقاء هاتفك مثبتاً بالحامل واستخدام سماعة بلوتوث لتلقي المكالمات، مما يتيح لك استخدام يديك للتحكم في عجلة القيادة. ويضمن شاحن الهاتف بقاء هاتفك مفتوحاً بشكل مستمر واستعدادك الدائم لإجراء مشوارك التالي. تتطلب العديد من المدن من الشركاء السائقين عرض ملصق أوبر بوضوح على زجاج الأمامي للسيارة، وقد تتطلب العديد من المدن اجتياز سيارتك لفحص محدد قبل الانطلاق على الطريق. ابحث عن رسالة إلكترونية من فريق أوبر المحلي حول القواعد التي يتم اتباعها في مدينتك. كما سألنا الشركاء السائقين ذوي التقييمات المرتفعة حول كيفية تأهيل أنفسهم للنجاح. صرح العديد من الشركاء السائقين بأنهم يحصلون على تقييمات أعلى والمزيد من التعليقات الإيجابية عندما تكون سياراتهم نظيفة وخالية من روائح نفاذة. يبذل بعض الشركاء السائقين جهداً إضافياً لإسعاد الركاب من خلال تقديم حلوى النعناع أو زجاجات المياه على سبيل المثال. من خلال إظهار القليل من الاهتمام الإضافي، تعد نفسك للاستمتاع بمشوار سلس.